اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقه جديده من القاهره. برحب بحضراتكم في البدايه وكالمعتاد الى مجموعه من اهم واخر الاخبار اللي بتلخص ابرز احداث اليوم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر الى مدينه طبيه متكامله وزياده الطاقه الاستيعابيه للمعهد، اضافه الى رفع كفاءه بنيته التحتيه عبر الاستعانه بالخبرات الاستشاريه العالميه. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كيلومتر الذي يربط الطريق الدائرية جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلومتر. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة دراسة وتقييم الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور الجديدة شرق وغرب القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. في بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة دراسة الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة التي تعد استكمالا لحركة التطوير التي تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها عصب التنمية في البلاد وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مكانة صندوق تنمية الصادرات، وجاء ذلك لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين. ووجه بإعداد تصور لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية وكذلك رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها وكيفية زيادة وتنمية موارد صندوق تنمية الصادرات. قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك توجيه من الرئيس السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير المالية محمد معيط وعدد من المسؤولين. من جانبه قال وزير المالية إن هناك مقترحة بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية لرفع معدلات أداء تلك الهيئات. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك توجيه من الرئيس السيسي ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع وزراء التموين والمالية وقطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية. وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم. تواصل وزارة الداخلية الجهود لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 285 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 بندقية و121 بندقية آلية و48 مسدسا و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل 1343 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589,745 حكماً قضائياً، من بينهم 2,407 حكم جناية و211,261 حكم حبس و294,000 439 حكم غرامة و81,638 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية
ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1243 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 67.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 1370.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 3.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى قرابة 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 12919 قرص مؤثر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه.